تشهد العاصمة القطرية اليوم توقيع الاتفاق الإطاري لوقف القتال في دارفور بين حكومة الخرطوم وحركة العدل والمساواة. ويحضر توقيع الاتفاق الرئيسان السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي. آمال عريضة أنعشها اتفاق السبت الماضي في إنجمينة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في دارفور. وفقا للاتفاق شرعت الحكومة السودانية في اتخاذ مزيد من الإجراءات سعيا كما تقول إلى إعادة بناء الثقة وتشجيع أطراف النزاع الأخرى للانضمام إليه. كراما يا أخواننا الوقعوا هناك، نحن أول حاجة الآن لغينا كل أحكام الإعدام الصادرة للأبنانة اللي جوا في الغزو عبد الرحمن. واليوم حنطلق سراح 30% من الناس المحكومين بالإعدام. اتفاق جميل الذي شمل قضايا توزيع السلطة والثروة وتعويضات النازحين واستيعاب قوات التمرد في القوات النظامية وغيرها من القضايا الأساسية الأخرى ينتظر أن يتوج بالتوقيع النهائي عليه غدا في الدوحة من قبل الطرفين بحضور كل من الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي وأمير دولة قطر خليفة بن حمد آل ثاني، ما من شأنه في رأي المسؤولين السودانيين أن يحيي تطلعات جميع الأطراف نحو سلام نهائي في دارفور لا يقتصر على هذا الإقليم فحسب بل يشمل السودان كله. الشعب السوداني والناس في دارفور بل جميعنا يجب أن نكون سعداء، فالسلام والسعادة سيعودان إلى هذا الجزء من السودان والجميع سينعم بسلام دارفور، سواء جنوبيون أو في شرق البلاد الكل سيهنأ بالسلام. الخرطوم بدت متفائلة بإمكان انضمام بقية الفصائل المتمردة في إقليم دارفور إلى هذا الاتفاق، بل إن أوساطا سياسية سودانية تداولت في إمكانات تولي قيادات في حركة العدل والمساواة مناصب عليا في الحكومة السودانية بمقتضى هذا الاتفاق، غير أن مراقبين أشاروا إلى احتمال أن يلحق اتفاق جميل بمصير اتفاقات مماثلة سبقته خصوصا في ظل حالة الانشقاق التي تعانيها الفصائل الدارفورية. بعض الأجنحة في هذه الفصائل لا يرى نفسه معنيا باتفاق جميل ويتحدث عن اشتراطات أخرى قبل أي تفاوض مع الخرطوم. السلام في العالم يبدأ بالأمن، والأمن في دارفور صفر وأقل من الصفر. الإبادة مستمرة، الحكومة تقوم اليوم على سبيل المثال الحكومة قصفتنا بالميج بالأنتينوف، هاجمت معسكرات النازحين واللاجئين. آخرون يرون في اتفاق جميل محاولة حثيثة من قبل الرئيس البشير لإحراز مكسب سياسي يعزز موقفه خلال الانتخابات المقررة في إبريل القادم، وهو ما يعني في رأيهم سحب إحدى أهم الأوراق من يد المعارضة السياسية وهي قضية دارفور التي طالما أنحى كثيرون باللائمة في استمرارها على حزب المؤتمر الوطني الحاكم بل وعلى شخص الرئيس البشير نفسه. أنور العنسي، بي بي سي.